نذهب الآن إلى الزميلة ماري سالم، تنضم إلينا من بيروت. ماري طبعا هي المحللة المالية لدينا هنا في أشهر الأخبار. بدون تحليلات ماري كل يوم الصبح ما بتكتمل البرنامج. ماري أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي شوي على أسعار النفط اللي عم نشوفها عم تتقلب. طبعا السوق ما تأثرت بالتخفيضات الإضافية والتوعية التي أعلنت عنها المنظمة مؤخرا، ما هي المحركات في هذه السوق حاليا؟ صباح الخير سبا، ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا احنا شفنا الاداء تبع اسعار النفط مؤخرا، وكانت هي دائما على تراجع رغم شويه الارتفاعات او الانتعاش الريباوند اللي صار امبارح. ممكن توقعنا انه يصير في ايجابيه، ولكن للاسف لا، بعدنا عم نشوف تراجعات. يعني وحتى هلا برنت على 78 دولار 25 سنت، شوي بالنسبه لبعض المستثمرين مخيب للامال. هلا ممكن نشوف الانعكاس تبعها بقلب الاسواق من ناحيه نفسيه مستثمرين. يعني شفنا ارتفاعات متواصله اللي بالسوق السعودي على 4 جلسات، فاليوم ممكن أن تنعكس هذه الصورة، ولكن ليس بشكل سلبي بشكل قوي، إنما بشكل عرضي بدنا نقول، لأنه في هلأ عنا الأسواق بلشت شوي تدخل بهذه الفترة اللي هي ترقب نهاية العام وترقب نتائج السنة، فبالتالي المستثمرين ببطل الزخم عندهم مثل ما كنا نحن بالفترات السابقة شايفينه. اليوم نحن عنا جلسة شوي بالأسواق الخليجية ناقصة نوعا ما، بحكم أنه الأسواق الإماراتية مغلقة بعيد الاتحاد، بمناسبة عيد الاتحاد، ولكن بشكل عام مش متوقع أنه نشوف زخم بالتداولات. اليوم بالأمس شفنا أداء عرض للمؤشر القطري، والمتوقع أنه يستمر هذا الشيء بجلسة اليوم. سوق الكويتي بافتتاحية اليوم شوي على ارتفاعات، ولكن ما يضمن ارتفاعات قوية. يعني بالنسبة للمحللين وقت نطلع على هذه الارتفاعات هي ما زالت طفيفة، متوقع أن تكون الصورة مماثلة بالأسواق الخليجية الأخرى بانتظار الإدراجات اللي هي مرتقبة خلال هذا الشهر، تنشوف كيف حيكون تأثيرها على الأسواق الخليجية. تمام ماري، شكرا جزيلا لك. سيكون لنا وقفات أخرى معك في البرامج اللاحقة كالمعتاد. شكرا سيد. شكرا.